مواليد العقرب، انتو رح تتحرروا من هذه المشاعر السلبية والعواطف السلبية يلي صار لكم من بداية 2024 عم تحسوا فيها وما عم تقدروا تتخلصوا منها. واخيرا يا ايها العقرب، هذا الكسوف رح يورجينا تحرر وطريقة تعبير بجرأة أكثر عند العقارب بالأسبوعين المقبلين. الكارما رح تعطيك أو رح تاخد منك حسب أنت يا أيها العقرب شو مقدم بهيدي الحياة. بما أنه الكسوف عم بتم أثناء تواجد الزهرة عندك يا أيها العقرب، يعني هون الكسوف بده يفرجينا تغيرات عاطفية، تغيرات بالمظهر، تغيرات بالنفسية، تغيرات مالية، تغيرات اجتماعية، تغيرات عائلية عند العقارب. مولود برج العقرب المسجون عم يخرج من سجنه، المريض عم بيقوم من فرشته. الكسوف رح يورجينا مولود عقرب تعبان نفسيا عم يتخلص من هذا التعب النفسي. وأخيرا مولود عقرب مريض عم بيقوم من فرشته. مولود عقرب حابب يهاجر ويفل من بلده، رح تتحقق هذه الأمنية أيها العقرب. استعد للهجرة، استعد للسفر، استعد للانتقال إلى مكان جديد، استعد للتعرف على أشخاص جديدة. العقارب التزموا بمواعيدكم وما تهملوا أعمالكم يوم الكسوف. حاذر يا أيها العقرب من مشاكل صحية يوم الكسوف. حاذر يا أيها العقرب من قوة الأعداء يوم الكسوف. حاذر يا أيها العقرب أيضا وأيضا من مشاكل عائلية ومن حيرة عاطفية يوم الكسوف. خذوا القرارات يا أيها العقرب يلي بتريحكم. أنتوا شو اللي بريحكم؟ خذوا القرار اللي بريحكم، لأنه هذا الكسوف بالبيت 12 يعني ببيت شوي ضعيف، مضعف العقرب نفسيا عاطفيا ماليا واجتماعيا.